كده راه عمتك وليدي كده راه عدد هنا أصغرت بدا في اطار الاستعداد للمخيم الصيفي ل 2018. نحن كجمعيه نضال للتنميه والتضامن منذ 15 سنه كنضمن المخيم الصيفي لفائده مجموعه من الايتام واطفال وابناء الاسر الفقيره على مستوى منطقه الشلالات عين الحروده سيدي موسى المجدوب، وكذلك ابناء المراكز الرعايه الاجتماعيه او ما يعرف بالخيريات الاسلاميه. اليوم دائما هذه العمليه كنضمها في اطار المخيم البلدر الجميل بالمحمديه. هذه السنه مميزه بحكم استقبال تلاميذ يعني ثانويات ببريطانيا وهما يشتغلون في الاوراش الدوليه، قاموا بزياره الى المغرب، واليوم بالمحمديه قاموا بزياره مدينه المحمديه، وحنا كجمعيه قمنا باستقبالهم. واليوم غيقوموا في اطار الشراكه مع جمعيه نزلات للتنميه والتضامن غنضموا واحد الورش بيئي غيشمل اولا ورش بيئي على صعيد مخيم البلدر الجميل بالمحمديه، هو قلع الاشواك الضاره والتنظيف المخيم اضافه الى صباغه الابواب، وكذلك زرع مجموع اكثر من 60 شجره بفضاء المخيم البلدر الجميل، وذلك استعداد للمخيم الصيفي في اطار المرحله الثالثه ان شاء الله. شاركوا معنا مجموعه من الاطفال اللي غيستافدوا بالمخيم، وكذلك الامهات ديالهم والاباء ديالهم اللي ساهموا معنا في هذا الورش البيئي، كذلك ساهموا معنا مجموعه من الطلبه ديال بريطانيا اللي كنشكروهم، وذلك في اطار تبادل الزيارات بين المغرب والمملكه البريطانيه. نتمنى ان شاء الله تكون عندنا شراكات اخرى على المستوى الدولي ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله هذه السنه هذا المخيم الصيفي ان شاء الله يمر بسلام كباقي السنوات الماضيه ان شاء الله. السلام عليكم. بهذه المناسبه السعيده حنا كنتواجدوا في هذا المخيم هذا اللي استضفنا الناس ديال جايين عندنا من الانجليز. I'm from England. I'm painting an orphanage in Morocco. Yes, I am happy. I'm very happy. I'm enjoying it. The kids are lovely. مع عبد الرحمن بودروز مرشد سياحي بمدينة مراكش. اليوم كنتواجدوا في مدينة المحمدية ويعني بين أحضان جمعية نهضة زناتة للتضامن، وحنا أنا في اللحظة هذه مع واحد المجموعة ديال تلاميذ بريطانيين من مدينة لندن ومعهم الأساتذة ديالهم. في المجموع هما 42 يعني سائح بريطاني كتواجدوا هنا في إطار واحد الزيارة وواحد الشراكة مع الإخوان ديال جمعية نهضة زناتة. نقولكم حنا الآن تتواجدوا في هذا المخيم هذا اللي حاليا استضفنا لنا الجولة من الإنجليز اللي تيمارسوا قناعتنا معاهم. تفضل. I'm from England. I'm painting an orphanage in Morocco and it's really fun. أننا قمنا اليوم بتهيئ هذا الفضاء ديال المنظر الجميل لاستعداد للمخيم الصيفي بشراكة مع بعض التلاميذ الثانوية البريطانية، وهذه الشراكة كتفتح فيها أفكار ولقاءات. قمنا بورشات وورشات الرسم وباش هذا من أجل تبادل الأفكار، تبادل الثقافات، تبادل الحضارات. ومن هذا المنبر أنني كنوجه لكل جمعيات قبل ما يستضفوا الوليدات المخيمات أنهم يقوموا بتهيئ الفضاءات، تنظيف الفضاءات من الأشلاك ومن بعض الحشرات. و المهم حنا لقينا هاد الوليدات قلنا باش تبادلوا الثقافه وداك الشيء، وغادي نهيئوا لهاد الناس البرنامج ديالنا اليوم وجبه فطور وبعدها وجبه كوسكوس لان كتعجب هاد الوليدات اللي جاوا عندنا ضياف. وشكرا للجمعيه وشكرا لكل المنابر الصحفيه وشكرا للجميع.